بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهم للغاية في العالم أجمع وخصوصا في العالم الإسلامي إقامة السلام وتعزيز التعاون بين العلماء وتوفير احتياجات المسلمين وتعزيز مبادئ الوحدة والتسامح بين المجتمع المسلم. وجدير بالذكر أن مجلس حكماء المسلمين يقوم بالكثير من الأعمال في هذا المجال، ولا سيما في مجال التعاون بين أفراد الأمة وعلمائها. والله جل جلاله يأمرنا في كتابه العزيز بالتعاون على البر والتقوى وعلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن التعاون على البر والتقوى روح المجتمع وأساس الألفة والأخوة. فقد حث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الشريف على التعاون والتعدد، فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فقال في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والتعاون مفتاح النجاح، فإن الشخص مهما كانت قدراته لا يقدر أن ينجز أعمالا كبيرة وحده. وكذلك المجتمعات، لا يستغني مجتمع عن التعاون مع الآخر. وتعاون العلماء من الأمور الضرورية لزرع بذور المحبة بين الناس وتوادهم وتقديم الحلول الصحيحة للقضايا المستجدة التي تواجه الأمة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها. ونحن خدام الشريعة الغراء، نشيد الأعمال الجليلة التي يقوم بها مجلس حكماء المسلمين من أجل إقامة التعاون الوثيق بين علماء الأمة الإسلامية ومفكريها من مختلف أنحاء العالم. ونتمنى من الله القدير أن يبارك في هذه الجهود المشكورة ويمن على أمتنا بالأمن والاستقرار، وأن ينزل سكينته على بلاد الإسلام خاصة والعالم عامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.